لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. انهيار وبكاء زوج الفنانة التونسية منية غزيل خبيرة الأعشاب الطبية والمعروفة في تونس بشهرتها الواسعة. خرج زوجها في تصريحات محزنة حيث قال أن زوجته كانت أغلى ما لديه في الحياة وكان علاجها هو وجودها بجواره، حيث قال أن وجود زوجته بجواره كان هو علاجه بأكمله وكانت ما دائما ما تكون بجواره. وقال أن خبيرة الأعشاب الطبية هي من يستخدم الأوروبيون دواءها وأيضا التونسيون ومعروفة جدا، وقال إنهما دائما كانت تقول لي الفقراء أهم شيء في تونس، يوجد في تونس فقراء كثيرين ويجب علينا إعطاؤهم ما لدينا. وكانت ما دائما في يوم أجازتها من العمل كانت دائما تزور فقراء تونس حتى تقوم بعمل خيري، حيث أن جميع الفقراء في تونس يعرفها بطيبة قلبها ومعروفة بشهرتها الواسعة وسط الفقراء في تونس. حيث قال زوجها أن كان هنالك عدة طلبات من أوروبا لاستخدام الأعشاب الطبية التي كانت تعمل بها زوجته، حيث قال أن الجميع كان يستخدم أعشابها وهي كانت بجواري هي دوائي وشفائي وعلاجي وهي كانت تملأ الحياة بالسعادة، حيث قال إنه الضحكة لا تفارق وجهها أبدا ما دائما ما تكون بشوشة بالضحكة الجميلة التي نراها على وجهها لا تفارق وجهها أبدا، حيث توفيت بسبب صراع مع المرض. حيث قال زوجها إنها قالت له قبل وفاتها إنها تعاني من مرض صعب التغلب عليه ولكن هي تحاول استطاع التغلب عليه ولكن المرض لم تستطيع التغلب عليه. وحزن الجميع بخبر وفاتها المحزن، حيث قال زوجها انه فقد الكنز الذي كان موجود في حياته، الكنز الكبير الذي يعرفه ولا يوجد مثله، رحمه الله واسكنها فسيح جنتها وان الله وان اليه راجعون. حيث قال زوجها اطالبكم بالدعوات لها بالرحمه والمغفره وان يسكنها الله فسيح جنتها، هي من اطيب القلوب فيها الشعب التونسي، وطالبكم فقط بالدعاء لها فأن يرحمها الله ويغفر لها، فسأكون دائما أنا أدعي لها بعد وفاتها، هي من أطيب القلوب علي. وكتب عبر حسابه دعاء محزن جدا، حيث كتب اللهم اغفر لزوجتي منية غزيل وارحمها واسكنها فسيح جنتها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دار خير من دارها وأهل خير من أهلها وزوجة خير من زوجها وأدخلها الجنة وأعزها من عذاب القبر عذاب النار. حيث قال كل ما لدي هو طلب من كل أبناء الشعب التونسي وكل من يعرف زوجتي التي توفيت منية غزيل أن يدعي لها بالرحمة والمغفرة فقط، هذا كل ما لدي طلب منكم والبقاء لله ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن الله وإن إليه رجعون، ربي ارحم زوجتي واغفر لها واسكنها فسيح جنتها. وطلب جميع التونسيون بالدعوات لها بأن يصبروا أسرتها وزوجها وأبنائها بعد رحيلها المؤلم إلى الشعب التونسي، البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.